فعالية اليوم كانت لها أثر عود على المشاركين. لما التقينا احنا مع المشاركين في هاي الأجواء بعيد عن جو المنافسة، في كانت أرياحية وانفتاحية في طرح الملاحظات وطرح الأسئلة، بعيد عن ان ممكن انا افوز او اخسر. اتمنى ان هذه النوع من اللقاءات تتكرر بشكل اكثر واكبر، خاصة للمشاركين المهتمين في بداية مشروع على أرض الواقع.